كفك الطيب كف. حبيبي. أنا أقول الأحجام التي في المرأة تبدو بشكل أصغر أصغر مني على الطبيعة. الله خس مرو باسيل. الهاشتاج باسيل إقر تدرعم. طيب. نبي وقت الدرعم الحين. شيخنا أبو أسيل قل لجميري ترى حط سكر مو ملح. أسرك بالله. لا 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 ملح ملح أصلا ما في سكر كله ملح هنا صح كله ملح. تعال نبي من خضيري نشيد موج البحر ينادي القراصنة وكنز ذهب أو قديما كان لي وطن وأهله. ما يصير الريحة. اسأل الشباب لو تقدر ترجع يوم من أيام زد رصيدك يوم. أيوة بسرعة مش بترجع يوم هروب يا سعيد غربي. بالله قل لي ليش قل لي ليش وشلون هربتوا؟ عشنا مغامرة أقسم بالله العظيم لو تشتريها فلوس ما تجيك. طيب أنتم طبيتوا من الزاوية؟ طبينا من الزاوية وجلسنا لين نوصل السيارة يمكن ساعة ونص لين نوصل السيارة. تخيل السيارة وين؟ هنا هنا بس دورنا نزلنا مع مجرى السيل مع الوادي. أنا راح أصور الحكاية كاملة بعد ما أخلص برنامج راح أصورها كأنه فعلا بأنقز مع الجدار وتوثيق كامل بإذن الله. وغير كذا في حاجات. انت الان تدعو للتمرد. ما تموش تمرد هذا ادعو الى الخير الذي بالداخل. التمرد انا قزلي وراقب على الوديان والشعاب والمدري شو. التجربه لن تنعاد بس التجربه لذيذه جدا 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 فيها طيب روح المغامره. وبعدين يعني من قوه الحين شلون طابين من هنا راح نشغل السياره والبوابين موجودين يسمعون السياره. جالسين 45 دقيقه من سدحين على بطوننا علشان ما يشوفونا. والله لو انكم في الجبهه. والله ليش لا الله عاد الجبهه دوره هذه دوره تدريبيه. الجبهه ما نوصل مواجيلهم جمايلهم مواجيل. ان شاء الله ما نوصل جمايلهم اهل الدوره. اي والله عسى الله يسر امورهم. الله ينصر. في تجربه هروب انا سعود غربي كانت يعني شيء فيه رعب فظيع. لو تمشي ما قدام. طيب يوم ركبتوا السياره ومشيتوا كم جلستوا عشان ترجعون؟ طلعنا من هنا على طول على محطه المطار خذينا لنا حلا وكوفي بعدها ورجعنا لأهالينا. يعني جلست يمكن 3 ساعات أنا رجعت وسعود غربي رجع الساعة 11 الظهر. طيب كيف انكفشتوا؟ كيف انكفشنا؟ لا بعد قلب تعال 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 عبد الله تعال جبها 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 خلني أتشرف وامسكها بيدي. الله يرضى عليك جبها. طيب هذه طيحوها فقلت هذا طبعا اسمع عبد الله ما طيب ارتاح والله. هذا الأستاذ الكبير أم سريق الدعم صاحب المعارض عبد الله الجميري شباب لبى قلوبك شاك. اصبعك يا ابو اصبعك يا ابو سل عشان العقال حقي. امس كان روعة العشاء. اي والله والله لف الطيحة عشان عشاء امس ابو اسيل يو امس طبعا فريق استهلون. الدعم استهلون فريق والله. الدعم جابوا عشاء عن طريق شيخ المندي بوفيه مفتوح. تمنيت والله ان تكون من الحاضرين ابو انا طال عمرك اشوفكم مبسوطين اعتبرني مريد. تمام راجع العمر وش يوم بتعيدوا يا خالد؟ يوم يا خالد استعيد انا عيد يوم جاني سعيد اخوي جدا كنت مستأنس يعني كانت يوم خميس طبعا كانت يوم خميس وكان جاينا سعيد بن مانع وفهد الشهراني احسب ياسر خلاط والشيخ حبيب قلبي المنشد لا خلاط يا ابو حبيبي الشيخ المنشد محمد الغزالي ملعقه. طيب اللي هو يعتبر استاذ الفن انا بس واستاذ الصف. اصبر بس. طيب ممتاز معك والله معك انا سعيد بن مانع واصل بس جت اول مره جيني شوربه كذا احسبه خلاط انا أنا بس أسلم بس دولا بس اليوم هذا أي نعم كلامي لكن والله الذي لا لله اللهم لك الحمد. أحس إني مبسوط في تلك القرية كل أيام جميلة والله كل أيام جميلة. بيجي أخوك سعيد طيب الحفل الختامي كيف أي لازم سعيد يجي أبوي الله يحفظه السلطان وعبد الله أخواني ويجونا شعرانا نبهة شايف وجهك أبو سعيد بتكون ليلة ليلاء يعني ليلة ليلة. كيف الشوربة يا أبو سعيد؟ والله أنا ما شفتها إلا بالأفلام حق السجود يا عاشر يوم ما تساو ابو جمير في صحن والله الحمد لله بس يعني ما يجي شربك كيف كل الايام جميل عندي ما في يوم محدد ودي يرجع لان ودي الايام كلها ترجع فالحمد لله ما في كان يوم مميز كثر خيرك يعني اذكر يعني ما في يوم حسيته غير والله شوف في شيء مميز في ايام مميزه اللي هي ايام فرحتي انا مثلا زي رئاسه البلديه ناظر وقف اخذت البلديه مرتين الله يبيض وجه الجمهور وفريق الدعم اخذت مرتين البلديه اخذت ناظر وقف ستار طيب استاهل والله استاهلون طيب اخذت مره ناظر الوقف وقف لهم اول من ياخذ ناظر الوقف الحمد لله كان شرف لي. فهذه الايام صراحه مستحيل انساها بكررها على اليوتيوب وبافرح زياده والله تستاهل. كف ابو داحم والله كل بس لا تصب لي ابو ما في شيء محدد رخصنا عليك اشرب ما في يوم طيب عجبني والله ان اكثر الايام انها جميله شوف انها وكل الايام جميله
بس اكيد لما تكون لك مناسبه زي مثلا درع او مثلا سميه او هذه تكون يوم جميل لك، ولا كل الايام والله جميله. وجيت اخو سعيد هذا يوم جميل جدا لاني كنت بدي اشوفه وعليها ريحتها ما شاء الله واصله هنا لا اوف يا ذا العلم واليوم سعيد لاني كنت بدي اشوفه عند الخضيري. يقول ترى الخضيري صاير شاعر من بعدك يا فراج، قل له يقول قصيدته، كاتب قصيده وداحه. والله انا كتبت قصيده بلشتبهم يا ناس بيتين بس ما كتبت ابو يقولون في شيء ابو علي يعني ما لا قصات تميس كتبت كاتب بيتين بس ما قصات تميس يلا سريع انا قلت كثير خلنا نشربها خلنا نسمعها مع الشوربه يقول لك اوتش ان شاء الله اخر مره يقول لك انا تميمي وافتخر بالموازين عزوه قطر والجود نعمه تمايم شموخه مطيب عز البراهين مجد النباهيب على كل هايم نعم نعم والله ما بسوي السناب بس الشاعر الجديد ذا اقول يستاهل اقول ونعم بنسباي اي والله نعم حالك ونعم بصهاري ونسباي الله يسعدكم ونعم فيكم ونعم بالقطر كله تميم وهل ونعم بكل القبائل وكل كل من يرفع الراس على راسنا وكلهم تاج على رؤوسنا الله يسعدهم ويوفقهم. طيب هذا جل عطاكم طيب هذه حلو اسال الشباب طبعا سالناكم عن هذا وش سالفه الدجاج الدجاج انت عندك سالفه الدجاج دجاج لا دجاج وش اعطني يا شيخ والله ما ادري يعني سؤال بس هم يبون موج البحر واذا موج البحر يبون هذه هم محفظه والله هلا 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 موج البحر ينادي يكن لك بحرا هادي موج البحر ينادي يكن لك بحرا هادي هلا 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 اللي بيدل يا شباب بسيط انا اللي بدل لا بسيط لا لا انا كل هذه بين ملعقه وانا اخوك هذه ملعقه هذه حلوه بس حاره لا لا جيب جيب عصا الله انا شوي خلينا نشوف المتزازه قف عندنا في ذاتي مرقوق انا رقته امي بي وسلمي خلني اكل مطازيز بس اسلم والله اقول شغل عدل المدل والله والله اسلم شغل عدل المدل هذه بنكهه ابو بيدين ابو حامد لا والله انت الله يكثر خيركم والله اصلا ابو حامد ما شاء الله تبارك الله انت وسلمي روح جميري الساعه كم فك خلاص روح الحين روح روح ابو حامد ابو حامد انزل يلا قف عندنا في ذات الحبيب وسلمي قف عند نافذة الحبيب وسلمي يا لا لا سلم على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حنا الحين بنختم برنامجنا مشاهدينا الكرام. جتني رسالة أمس وكانت فيها وصية والله يبيض وجه اللي أرسلها لي. الوصية هي أن للأبناء والبنات ساعدوا أهلكم ساعدوا أبائكم الأبناء والبنات ساعدوا أمهاتكم. الأبناء لا تنسون وصايا أمهاتكم جب كذا ود كذا افرح حينما تطلب منك أمك. والله ما في عمل قد يكون في هالزمان خاصة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل العظيم بر الوالدين. في وقت الإنسان ينشغل بجواله وبهله وبسفراته وبروحاته وجياته
عن هالأم والأب اللي موجودين جالسين في البيت ينتظرون منك كلمة ابتسامة. تراهم والله يفرحون، يفرحون إذا جلست معهم، يفرحون إذا صبيت لهم القهوة الشاهي، يفرحون إذا شافوك قدامهم جالس وتقول سم وابشر. هاوشك أبوك ولا هاوشتك أمك، زعلوا منك، خانقوك، رفعوا صوتهم عليك، نزل راسك. الله يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا شفت أمك جالسة في غرفة الجلوس مثلا وقامت بتشيل القهوة وتوديها للمطبخ، أو أنت يا أختي وخواتي شفتي أمك تبتاخذ الغرض، اسبقيها خذيه، ترى هالسبقة هذه اللي تسبقينها يمكن تدخلك الجنة. إذا شفت أمك مشتهية شيء وخاطرها في شيء، بعشاء معين ولا أكلة معينة ولا طلب معين ولا جوال معين، الحق، حاول قد ما تقدر لو تتسلف وتجيبه لها، لأن الله يمكن يفتح لك أبواب الخير في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة. الله سبحانه وتعالى ما ربط عمل من الأعمال العظيمة بالتوحيد مثل ما ربط بر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. توحيد مع بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا كلام ما في أحد يدخل الجنة إلا بهذا. ليش الله جاب بر الوالدين وضعها مع التوحيد؟ عشان يوصل رسالة لك ويوصل رسالة لك أنت ولنا، أنه ترى بر الوالدين ترى سبب لدخول الجنة، بر الوالدين سبب للسعادة، بر الوالدين سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة، بر الوالدين سبب للراحة النفسية والطمأنينة، بر الوالدين سبب للبهجة والسرور، واللي يبر والديه سبب لأنه أبناء وبناته يبرون يوم القيامة. أخواتنا أمهاتكم حرصوا عليهم، لا تشوفين أمك في المطبخ تشتغل لوحدها وأنت جالسة، لا تشوفين أمك هي اللي تروح تصلح القهوة والشاهي وأنت جالسة عند التلفزيون ولا عندك أشغال طلعات وروحات وجيات. الشباب شوفوا أمهاتكم طلباتهم، لا يكون أخوياك واصدقائك أهم من أمك وأبوك. انتبه، ترى الموضوع كبير، الموضوع يا جماعة فيه جنة وفيه نار. ما في عمل يحتى السيئات. أحد الصحابة والله ما أذكر اسمه قال ما أرى عمل كفر الذنوب يمسح السيئات مثل بر الوالدين، خاصة الأم والأب أيضا طبعا له حق، لكن هو هنا خاصة الأم. فالله الله في الشيء هذا، الله الله أننا ما نترك أهالينا. الجوال أتمنى وأقولها من الآن وإن شاء الله أني أنا بإذن الله من الآن فصاعدا، طلق الجوال عند والديك، طلق الجوال عند والديك، طلق الجوال عند والديك وألغه من قاموسك تماما، لا يكون موجود. ترى يتضايق أبوك وأمك يتضايق إذا شافك في الجوال تسولف وترسل، طيب أنت شو جاي عندي جالس أنت تتقهوى وتسولف معي، تسولف معي ولا تسولف مع الجوال، ما استفدنا شيء. الله يا رب أنه يسعدكم ويوفقكم. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا لها اليوم، على ما اللقاء بكم قريبا إن شاء الله في أيام أجمل وأروع بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر الشباب المقدمين وأرحب بأخوي الغالي الحبيب الطيب محمد الشمري، نورتنا يا أبو حميد. حبيبي والله، الله يسعدك، تفاجأت والله يوم شفتك حبيبي على راسي، على راسي هلو قيت كويت كلهم، الله يرحمه، ونورتنا وأسعدتنا، فقدناك والله في البرنامج يا أبو حميد، غالي الله يرحمه، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام، بعد صلاة إن شاء الله التقييم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.